جابر شبك؟ رجع عربنا نوصل على الضيعة. لك الطريق صعبة والبغال ما عم تعرف تمشي لحالها. يا أخي أنا تعبت، خلونا نرتاح شوي. قلنا لك قربنا نوصل على الضيعة، ما في داعي نرتاح. لك شبك أنت؟ كل شوي نرتاح. خلونا نوصل لأول الطريق النازل على الضيعة وهنيك مرتاح عدنا بدك. تحركوا. جابر قربنا نوصل على الضيعة، خليك حدنا. لك ليك الضيعة منورة، وصلنا. الحمد لله على السلامة يا شباب. هم جبارك هم شباب قوة. جابر دافع عن حالك، خليك بطل. ايدك دخيلكم، دخيلوا انتم فلو رجلي يا شباب، فلو دخيلكم رجلي، دخيلكم رجلي، دخيلكم على هلكم، على هلكم. يا ويلي يا ويلي، لحظة عمي، أنا قلبك أحس كثير. جايين تخبروني القرعين تجوا لعندي؟ شو كان فينا نلعب يا معلم؟ ليش ما متوا معه؟ معلم جابر ماما تتصاب برجله وتركته؟ حاولت أسحبه وأهرب فيه، ما رضي معلم، قال لي هربوا، ما بدي أكون تنكمشوا. طلع شهم وقبضاي، شال العملية لحاله. ولا وين بكون؟ بس اكون جمارك هيك بهالبساطة؟ يلا ولا انت ويان العمي شي ما بتشوف خلتكم له. عمي دخيلك، بدي جابر، بدي جابر. طولي بالك، عم بيقولوا انه مصاب برجله، هلا راح بنزل مشوار صغير شوف كيف بدنا ندفع الغرامة ونطالعه. خدني معك، ما بقدر بستنى لترجع، بس بدي اطمن عليه، بدي اشوفه انه لساته طيب. بس خليكي هون مع بنتك، مشوار صغير، بروح برجع بسرعة. هي هي كل القصة. ايه انا مستنيك، تعال بسرعة. لا يا ما بقدر بطلع الضيعة. ليش بدك ياني اطلع لعندك وننزل سوا؟ هي القصة أجلها هلأ، وتعال بسرعة بتلاقيني مستنيك قدام مديرية الجمارك. لا تأخر، مع السلامة. إمتى صارت الحادثة؟ مبارح بالليل. فوت لنشوف شو القصة. لا لا لا، فوت لحالك، أنا لا بحب الجمارك ولا بحب شوفتهم. طيب استناني هون لكان. لا تأخر. لا ماما، بابا وينه؟ ليش ما عم شوفه؟ هلأ بيرجع حبيبتي، لازم يرجع، لازم يرجع مشاني ومشانك. بعد اليوم ما هتخليه يغيب عنا ولا لحظة واحدة. ايه ما
شو صار؟ امشي معي. لوين؟ ليش بعدته؟ ليش خليته يروح؟ هو هيك بده، ما قدرت امنعه. قدرت امنعني الي وما قدرت امنعه له؟ انت بتعرف شو جابر بالنسبة الي، ما بقدر رد له طلب. يا ريتك رديته، يا ريتك رديته. لك اللي خوفتني اذا كانت الغرامة كبيرة بدفعها. مصاري؟ لسه بتفكر بالمصاري؟ اللي شو صار راح توقف لي قلبي. جابر انتهى. مات؟ مثل كأنه مات. جابر قتل ضابط بالجمارك بالاشتباك. اشتباك شو؟ قالوا لي الدورية قوصت عليهم، هن ما قوصوا على الدورية. كذابين. البارودة اللي مسكوها مع جابر طالع منها 4 طلقات، واحدة منهم اجت براس الضابط وقتلته فورا. وجابر وينه هلا؟ بالمستشفى. امشي لنشوفه. يا ويلكن مني يا انور ويا عبد الحميد. أهلين خال، مليح لنصبت مشان أشوفك. أهلين عمي، مشان الله هالمرة لا تواخذني، الغرامة كبيرة. أنا كل شي كنت عامل حسابه إلا أني أمسك، لو ما تصوبت ما كانوا قدروا يمسكوني. جابر اللي ولا تكذب علي، مين منكن قوص على الدورية؟ عمي ما حدا، الدورية هي اللي قوصت علينا. أنا كنت ماشي قدام الحمل. جابر مين علمك تمشي قدام الحمل؟ خالي كنا رابع الضيعة وفكرت إنه ما عاد في خطر، كنت ماشي قدام الحمل، نادى علي أنور قال لي تعال امشي ورا الحمل، قلت له وصلنا. ما امبارح حكيت هالكلمة كان رصاص نازل علينا مثل المطر. ليش عم تكذب؟ احكي الحقيقة. عمي والله العظيم هذا اللي صار، انصبت برجلي وقعت على الأرض، حاولت أقوم ما قدرت أقوم. اجا انور حاول يساعدني، لقيت حالي تقيل، قلت لك انور روح مشان ما توقع معي. رجلي جابر، رجلي صعبت صعبت رجلي، ما قدرت اتحرك. ساعدني ساعدني لاخذك. ايوه لك ما قادر. لا ما قادر. لك روحوا انتوا شباب، لك روحوا هربوا هربوا، لك روح هرب. جابوني لهون، طلعوا رصاصة من رجلي وجبروها. أخذوا إفادتك؟ إيه. شو قلت فيها؟ قلت في 2 مهربين ما بعرفهم، طلبوا مني يكون دليلهم ودلهم على الطريق ومشيت معهم. ها؟ وصدقوك؟ قالوا لي قديمة وكتبوا شو قلت وراحوا. ما قلت لك لا تستعمل سلاح يا جابر؟ ما استعملته. شلون؟ لقوا بارودتك ناقصة 4 طلقات، واحدة منهم فاتت براس الضابط وقتلته. كذب، والله العظيم كذب، أنا ما قوصت. ضعت يا جابر، ضعت وضيعتنا معك. عمي عم تبكي. عمي وحياة عبير، ما استخدمت سلاح ولا قوصت رصاصة واحدة. شكل معقول هذا اللي عم تعمله؟ معناتها هن اللي عملوها ما في غيرهم. جابر ما يكذب علي. انا بقدر بعرف وين سلاحه؟ ضيعة. انت هلا لا تسوي شيء لحتى اتاكد. ما بقدر ما اعمل شيء، واحد منهم عملها ولازم يتحملها، لازم يتحملها عن جابر، هو يشيلها. لا حول ولا قوة الا بالله. انت ارتاح يا جابر. شاكر انت روح طمن عفاف وانا راح اشوف شغلي. يلا. مشان الله احكي معي، رد علي. لا تسأليني عن شيء. اللي وينه؟ المستشفى. حالته خطيرة؟ وين متصاوب طيب؟ انصاب برجله. شفته حكيت معه؟ شفته وحكيت معه. لكن ليش زعلان؟ بكره بصحوا وبيطلع.
عم تبكي؟ لا عمي، لا تقول انه جابر مات. مات جابر، مات. لا لا لا، ما مات. ما بصدقك عمي، شاكد ما بيبكي لانه جابر تصوب برجله. يوم اللي ماتت امي ما نزلت لك دمع. اللي شوفي جابر، جابر انت خلاص قتل ضابط راح يعدموه. يا ويلي، جابر قتل ضابط. يا مصيبتك يا جدو. بابا ولي جدو. أنا بدفع عمري، عمري عمري بدفع عمري، جار رجع لي. عمي عمي بوز يدك، لا تخليني عدمو. بوز يدك دخيلك حلي عمي، دخيلك مالي حملك أنا. طيب خليني أشوف. الله يخليك، خليني أشوفه بس. ما حدا بيقدر يشوفه، أنا لولا الطير ما كنت أقدر أشوفه. هلا بقدر اقول اني انتقمت من اثنين. شو هالانتقام هاد؟ ما استفدنا شيء. لك شو بدك اكثر من هيك؟ جابر انضربت رجله وشاكر دفع غرامات بتكسر الظهر. ما بكفي. لك كان بدك اياه يموت؟ هذا اللي كان بدي اياه. بدي يفضالي الجوع الخالص. لا سيدي، انا بكفيني اللي صار. لك شو استفدنا يا ابن الحلال؟ بكره جابر بتطيب رجله وشاكر ما بتهمه المصاري وبرجع كل شيء مثل ما كان. لا سيدي لا، هي اخر شغله بيشتغلها معه. معلم شاكر بدو ياكم. شو بده؟ ما بعرف، قال في شي ضروري. يلا بسرعة. طمني. ما في شي بطمن. الأسلحة نظيفة وغير مستعملة، مثل ما راحت مثل ما رجعت. متأكد؟ حتى لو كنت متأكد، أنا قريت تقرير الطبيب الشرعي. الرصاصة اللي قتلت الضابط طلعت من بارودة جابر وعليها بصماته. راح الولد، راح يعدموه. في سر، في سر مو طبيعي بالعملية. شو قصدك؟ قصدي جابر ليش عم يكذب؟ عم يحمي مين بكذبه؟ يكذب؟ إيه ما بيطيق اثنين اللي كانوا معه. لكن ليش عم يقول انه ما استعمل السلاح؟ ما بعرف، رح جم، ما عم بقدر فكر. على كل ما في قدامنا إلا حل واحد بس، لا إله شي محامي كبير يقدر يخلصه من عقوبة الإعدام. مين قوص على الدورية وقت الاشتباك؟ ما حدا قوص، وأنا انسحبت دغري. وأنا كمان معلم، لما قوص جابر رحت لعنده رح تشيله، ما حدا استعمل سلاح. ولا جابر، هن قوصوا وصابوه. لكن مين قتل الضابط؟ ضابط؟ رئيس الدورية قتل، ماسكين جابر وتهمينه. لا ما هي فيه اعدام. ولي اسمعوا انت وياه، بدكم تحكوا الحقيقة وانا بوعدكم اني بساعدكم بطالعكم من الورطة، اما اذا بتضلوا عم تكذبوا رح اخبر الطير. طير؟ واذا ضاع جابر انتو كمان بدكم تضيعوا، رح اخليه يقول انكم كنتوا معه. اسمع معلم، نحن تحت امرك، نحن اكتافنا من خيرك. انا بعرف انه جابر ضحى بحياته مشاننا، انت امرنا ونحن بننفذ. بدي الحقيقه. صدقني ما قلنا غير الحقيقه. اسمعوا لكان، هذا اخر عرض بعرضه عليكم، واحد منكم لازم يشيل العمليه. ما فهمت الكلام، شو يعني معلم؟ واحد منكم يقول انه هو قوص ويدخل السجن بدل جابر. وليش بدل جابر؟ أنا وجابر وأنور كنا بنظرك مثل بعضنا، اشتغلنا عندك سوا من وقت اللي كنا صغار. أنا ما دخلني وما تضيع حالي كرمال حدا، وكل واحد بيتحاسب على اللي عمله. شيل العملية وحدك بتاخذ مليون ليرة. وشو بدي أعمل بالمليون ليرة بعد ما تطير رقبتي؟ أنا معلم، أنا بشيلها. وبتاخذ مليون؟ مثل ما قال عبد الحميد، شو راح تعمل المليون ليرة هلا؟
انا بدي شيء مشان عبير ومشان امه كمان، لا مشانك ولا مشان جابر. انا ما بدي عبير تربى بلا اب ولا عفاف تترمل. انا بشيء يا معلم. لك انت مجنون؟ راح اشلوك. هذا دين علي لجابر لانه طلع شهم وما خلاني امسك معه. بعدين تعال اقول لك هنا عزابي، اذا متت مين راح يزعل علي؟ لا عندي لا مرة ولا اولاد. انا بشيء يا معلم. يا تصطفل ان شاء الله من اليوم بيعدموك. لك يخرب بيتك، حدا بيعمل بحاله هيك؟ شو عملت؟ بدك تنشنق بداله؟ لك انا اللي وصلته لباب جهنم، معقول يفوت معه؟ وليش قلت لهن؟ عفاف كانت عم تسمع علينا. ها وبركي قالوا لك تفضل؟ بقولن على عيني وراسي، وساعة النسر اللي بالسما ما عاد يشوفني، ولك بروق ولك بهاجر من البلد. يا عيني عليك، يا عيني عليك، شو بتفهم؟ وبتكون خسرت كل شيء. حبيبي انا هيك، يا بربح كل شيء يا بخسر كل شيء، عن اذنك. وين رايح؟ رايح لعند عفاف. شو ها؟ رايح للموت برجليك؟ ايه، اشتقت لها لعفاف، فيها شيء؟ بعدين عبورها الصغيرة المسكينة، صارت يتيمة، بدي اخذ لها هدية وروح. حنون. حنون. ليش هيك زعلانة اللعبة ومغمضة عيونها؟ تعي نسميها عبير، شو رأيك؟ تفضل. إن شاء الله بيسلموا هديات يا رب. شو هلأ زعلانة؟ ما وعدتك إنه نحلها؟ حرق قلبي هالطفلة، متولعة كتير بأبوها، كل شوي بتسألني عنه. بدي رجع لياله وبحط روحي، أنا وعدتك وخلاص. لا، أنا ما بقبل حدا يموت محل حدا. بس جابر مو حدا. نسياني قديش أنا أكلت أنا وياه من إيد المرحومة والدتي؟ بعدين ما بتتذكري لما كنا نلعب معك هون بأرض الديار ويركض ورانا المعلم شاكر ويضربنا؟ تضحكي يا مخلوقة، ما في شي بهالدنيا بيزعل. هلأ كل اللي أنا فيه وبدك يعني ما أزعل؟ معك حق، جابر خسارة إلنا كلياتنا، بس أنت ديري بالك على هالصغيرة الأمورة وبعدي كل شي نحل. شو عم تعمل هو؟ تعي ماما. معلم انا جايز اروح سلم حالي. مصمم؟ انت علمت انه الرجال لما بيقول كلمة لازم يكون قدها. ما اني بعرفك منيح ومربيك على ايدي، بس كأني عم شوفك لأول مرة. على كل ما في لزوم تسلم حالك، كل واحد بياخذ نصيبه. لك لعبت باخر ورقه معك؟ لعبت. ولو انك تهرب؟ انا طول عمري اسمع الناس بيقولوا انه اللي بيعمل خير الله بيشرع له البواب. انا شو عم يفتح لي هالبواب رغم انه بعمري ما عملت خير؟ لك ليكون كل شيء عم بعمله خير ومالي دريان. ولك الله عم يبدل لك الحبل اللي بده ينقك فيه. مشان هيك شاكر قال روح يا انور ما حدا بياكل الا نصيبه. شو يعني ما عاد بده منك شيء؟ انا وفيت كل ديوني، هلا صار هن لازم يدفعوا. ان شاء الله بدك المليون. قول ملايين، بس انا بدي اخذهم بالتقسيط، بالاول عفاف وبعدين كل شيء والحبل على الجرار. يخرب بيتك يخرب بيتك تاريك، انت عم تخطط لحالك مو مشان تنتقم لي. عم خطط الي والك، بس دعي لي تكمل معي. هاي البضاعه وصلت معلم، شو بدك ياري اعمل؟ اعطي كل واحد حصته من عدا عبد الحميد، ما بتعطي ولا قطع، مفهوم؟ مفهوم. عم تشتغلوا قبل ما يرجع جابر؟ عمي ما حدا بيشتغل قبل ما يرجع جابر. جابر لسه بده كتير لتصح رجله ويحاكموه. مسكينة والله معها حق عمي. تركنا منها، مثل ما قلت لك ما بتعطوه ولا قطعة لا منك ولا من غيرك، فهمت؟ فهمت. وما بتخلوه يقرب على المحلات اللي بنشتغل فيها. أصلا أنا زعلان منه وما بحكي معه. لا أسيدي أحكي معه هلأ، قل له شاكر بده هيك. Thank you.
امي شفته؟ من بعيد لبعيد ما خلوني اقرب. طيب لوين اخذوه؟ على السجن المركزي. مين كان معه؟ خالو. امي بدي اشوفه، مشان الله خدني اشوفه. ممنوع الزيارات لبعد المحكمة. قل له للطير هو بيدبر الشغلة. طير ما بيقدر بيعمل شيء. لا بيعمل، بيقدر يدبر إذن الزيارة، لا وبيقدر يطالع جابر من السجن كمان. بس يسمح وأنا باخدك. عمي ليش ما قلت له للطير إنه جابر بالسجن كان طالعه؟ الطير بيقدر يعمل كل شيء للناس، بس قل له ما بيقدر بيعمل شيء. شو قصدك؟ ما في شيء، قلت له ما قدر. جابر وقعته كبيرة، بده واحد أكبر من الطير بكتير ليقدر يطالعه.